خلصت عمري أحنن بس عليك، جرح عندي وداعتك منك شفة، تلملم دموع وحس جفك يغوص، الجرف خدي وبيك شما معرفة. طبعا مبادرة باهرون جميلة جدا وملفتة للنظر، يعني موضوعة الصداقة موضوعة يعني مهمة جدا، لأنه هذا المفهوم تعرض إلى تشويه كثير، يعني النقاوة مالته تعرضت إلى التشويه، يعني كثير من العلاقات تتغلف أو تقوم وسط المصالح تسمى صداقة، بالوقت اللي هي الصداقة هي يعني متحررة من هاي المصالح، يعني هو انسجام روحي، انسجام بالشخصين في كل بالأفكار، بالطباع، بالذوق، بالأحاسيس، أكو عندهم أحاسيس مشتركة، عندهم رؤية مشتركة، عندهم فكر مشترك معين، أكو مقاربات، أكو تقارب كثير بين اثنين بعيد عن المصالح. من التناقض غصن سل وغصن وردة، أنا السيف الذبح غمدة، أنا الفارغ كل شيء عنده. جمعنا في هذا اليوم نستذكر صداقاتنا اللي استمرت لعشرات السنين. سر ما لدي صديقات أكثر من 30 سنة أحتز بصداقتي، وصداقة جميلة بحيث أجمل يوم في حياتي هو أن أضم صديق إلى قائمة الأصدقاء، ولدينا مثل يقول أنا أشرب 100,000 صديق ولا عدو واحد. الصداقات السابقة التي كانت بعيدة عن المنافع الشخصية، الصداقات التي كانت ما بين العوائل وكأنهم عوائل واحدة، نحن كنا في منطقة العباسية الشرقية، في هذه المناطق دعي تسمع جارك ايش يحكي، لكنه صم أذاننا أدبا وأخلاقا واحتراما للجار وللصداقات وللقربة في هذه المناطق.